السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في المقطع الثاني من الجزء الخامس واللي حيكون بخصوص الـ CDMA. تحدثنا في المقطع السابق عن فكرة الـ CDMA ككونسبت، وجبنا مثال لو كان عندنا الإشارة non return to zero اللي هي 1 و minus 1 وضربناها في الكود وعرفنا كيف ينتج الـ كيف يحصل spreading للإشارة نتيجة أخذت نفس تردد الشيبس اللي هي الكود نفسه، أخذت نفس تردد الكود، فالكود عادة الكود ريت يكون عادة أعلى بكثير من المعلومات. طبعا قد يسأل منكم سائل يقول يعني هذا تضييع للنطاق الترددي، وطبعا أو الطيف الترددي. طبعا الفكرة أن عدد كبير من اليوزرز هيستعمل نفس النطاق الترددي، وبالتالي هو كيفية استعمال النطاق بشكل أكثر كفاءة. هذه الفكرة يعني الفكرة مثلا تخيل عندك 1 ميجا، عندك 1 ميجا وقسمتها بين 10 يوزرز، تمام؟ فالواحد ميجا قسمتها بين 10 يوزرز معناها كل يوزر هياخذ 100 كيلو هرتز. هذا لو انك استخدمت الفريكونسي ديفيجن مالتيبل اكسس، كل يوزر هياخذ 100 كيلو هرتز. الان ماذا سيحصل لو ان الواحد ميجا ان كل يوزر اعطيناه احنا 100 كيلو بت بير سكند، ولكن استخدمنا الكود 10 اضعاف الكود، يعني الكود كان الكود ريت كان 1 ميجا. وبالتالي الفكره ككونسبت ما زال هو نفسهم، يعني نفس اليوزرز يستعملوا في الواحد ميجا، وكل يوزر عنده 100 كيلو بت بير سكند اللي هي وبعدين عملها سبريدنج 10 مرات، وبالتالي كل يوزر يستطيع ان يحصل على اكسس على القناه. ولكن هنا السي دي ام اي حتكون عندها مزايا كبيره جدا بالمقارنه مع الفريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس، مع تقسيم الترددي. تقسيم الترددي حيكون ثابت، يعني كل يوزر عنده تردد معين، حيكون في عندنا نستخدم فلترز، طبعا حيكون في تداخل ما بين اليوزرز نتيجة ان ما عندناش فلتر ايديال 100%، وبالتالي اليوزرز حيتداخلوا مع بعضهم البعض، وهذا حيسبب ان اما نستخدم يعني باند حماية ما بين اليوزرز، طبعا حيقلل من الكفاءة. كذلك ان لو كان عندنا يوزر الان ما يستعملش في القناة، يعني القناة الان فري، فهي حتكون لوسز، مش مش ما فيش حد حيستفيد منها الا اذا كان حنستخدم سكادولر عالي السرعة، وهي طبعا فيها زيادة في كومبلكسيتي. بينما سي دي ام اي يستطيع كلهم ان يرسلوا، لو احدهم قرر ان ما يرسلش الان وما عندهش اشاره يرسلها، فهذه حتقلل من الانترفيرنس اللي هي ما بين يوزرز الاخرين، وبالتالي ممكن يزيدوا من امكانيات ارسال ترددهم. يعني كل يوزر ممكن دايركتلي لما يكون عندنا سنس ان التردد ان السيجنال تو نويز ريشيو اعلى من ثريشولد معين، فيمكن اليوزرز ان هم يزيدوا من معدل ارسالهم، يعني بدل ما يستخدم 100 كيلو بتس بير سكند ممكن يرسل 120 130 كيلو بتس بير سكند، تعتمد على الانترفيرنس ليفل الموجود في القناه. وبالتالي سي دي ام اي هي اكثر كفاءه بشكل كبير جدا من الفريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس، يستخدم كل التايم كل الباند اللي هو افيلبل بالنسبه له، وهذا يسمى بالسموث كاباسيتي، حنتحدث عنها بعد شوية إن شاء الله تعالى. الآن قبل ما نستمر في الـ CDMA نشوفوا بس فكرة هنا كيف استعمال CDMA لو كان عندنا 0 1، يعني مش 1 و minus 1، عندناش مثلا non return to 0، لو كان عندنا return to 0 system اللي عندنا 1 و minus 1 و 0، يعني 1 volt و 0 volt، فكيف ممكن استخدامه في الديجيتال سيركت؟ طبعا هنا نستخدم ما يسمى بالـ XOR gate. الـ XOR gate عندها الـ يعني التروث تيبل بتاعها، هي عندنا مثلا 0 0 حيعطيك 0، 0 1 حيعطيك 1، 1 0 حيعطيك 1، 1 1 حيعطي 0. تلاحظ عشان قلنا احنا بدري في النان ريتيرن تو 0، قلنا ان حاله الضرب يما تضرب في 1 يما تضرب في ماينس 1، لما تضرب في 1 تخلي الاشاره كما هي، لما تضرب في ماينس 1 تعكس الاشاره. حقيقه نفس الشيء يحصل هنا الان، لو عندك الاي، لو فرضنا ان الاي هذه المعلومات، فعندك لما تكون المعلومه 0 فالزيرو حيطلع 0 وال1 حيطلع 1، لما تكون معلومه 1 الزيرو حيطلع 1 وال1 حتطلع 0، بمعنى انه هو حيعكس نفس فكره النان ريتيرن تو 0 لما ضربنا في ال1 وماينس 1، نفس الفكره تماما تطبق هنا باستخدام الاكس اور جيت، ولكن هنا بالزيرو وال1. فنشوف هنا المعلومه مثلا عندنا الاي هي فيها البت والبي عليها الشيبس، طبعا الشيبس عاده يضربها بالتي سي، سي از للشيب والبي هنا للبت،
تمام. فهنا عندنا مثلا الشيبس هنا عندنا مثلا 01 بعدين 001 ها، وعندنا المعلومه هنا 1 وبعد عندنا معلومه هنا 0. لما تكون معلومه 0 لما تكون معلومه 1 شو يحصل؟ الكود حيصير له انفيرجن، حينعكس كما شفت كيف ما شفنا هنا. لما 1 0 حتقعد 1 وال1 حتقعد تتحول الى 0، وبالتالي عندنا هذا كل الكود حيصير له يعني انفيرجن، حيصير له عكس. فال0 حتقعد 1 وال1 حتقعد 0 وال0 0 حيقعد 1 1. هذه حتطلع الاشاره معكوسه وفقا للبت 1. لما تقعد البت 0 كما نشوفه هذا حتطلع الكود كما هو، الكود حيكون كما هو. الان الداتا ريت او الشيب ريت للداتا للبي ان سيكونس حيكون هو نفس الشيب ريت للكود، تمام. فالشيب ريت الكود اللي هو اف سي يساوي 1 على التي سي. التي سي هذه التايم ديوريشن للشيب الوحده، التي بي هذا التايم ديوريشن للبت الوحده، وبالتالي الاف بي يساوي 1 على التي بي. بمعنى لو كان عندي مثلا التي بي تساوي مثلا ليت سي 1 ملي سكند، شو معناها؟ معناها ان عندي البت ريت حيساوي 1 قسمه 1 ملي سكند، وحيكون عندي 1 كيلو بت بير سكند. بينما الشيب ريت التي سي لو كانت تساوي مثلا 1 ميكرو سكند، تمام، ومنها حيكون عندك الاف سي حتقعد 1 ميجا بت بير سكند، تمام. طبعا الميكرو سكند والملي سكند كم عندي، كم توجد عندي شيب لكل بت؟ طبعا نقص 1 ملي سكند نقسمها تي بي على التي سي، فالواحد ملي قسم الواحد ميكرو حيكون عندي 1000. يعني هذا حيصير سبريدنج للاشاره 1000 مره، حيصير سبريدنج للاشاره 1000 مره. يعني الواحد كيلو بت حتقعد 1 ميجا، بمعنى انك درت سبريدنج او درت توزيع للفريكوانسي الاشاره الاصليه من 1 كيلو هرتز الى 1 ميجا هرتز 1000 ضعف، ضد 1000 ضعف. طبعا كلما زادت السبريدنج كلما يعني زادت كفاءه الاتصالات او زادت يعني البرفورمانس للكوميونيكيشن ان تيرمز اوف ذا بت ايرور ريت. يعني معدل الخطا في ارسال البت حيقل كلما زاد الكودينج او سبريدنج كود. شنو هي السبريدنج كود؟ سبريدنج كود اللي هي عباره عن التي بي قسمة التي سي او الاف سي قسمة الاف بي، نفس المعنى لان عكس بعض نفس المعنى، تمام. فهذا تسمى بالبروسيسنج جين او السبريدنج فاكتور، بروسيسنج جين او السبريدنج فاكتور. كما اشرنا عاده الشيب ريت يكون اعلى بكثير من البت ريت. طبعا لما يكون عندي يعني في هذه المثال اللي ضربته الان اللي هو البت ريت يساوي 1 كيلو هرتز والشيب ريت 1 ميجا هرتز، معناها 1000 ضعف. حقيقه مثل هذا السيستم تستطيع ان توصل عليه قرابه لو كان عندنا عدد كبير من الاي او تي مثلا الانترنت اوف ثينكس، ويرسل كل في سمول داتا ريت، يعني كل واحد يرسل في 1 كيلو بت بير سكند، معناها في هذه الشانل في ال 1 ميجا باستخدام سي دي ام اي يستطيع 1000 اي او تي ان يرسل في نفس الوقت. يستطيع على الاقل 1000 اي او تي ديفايس انه يرسل في نفس الوقت، وكل واحد حيكون عنده الكود الخاص به. طبعا العدد ممكن يكون اكثر من 1000 حقيقه اذا نحن اردنا ان نتغاضى عن البت ايرور ريت، نقص البت ايرور ريت، والعدد حيكون اقل من 1000 لو كان نحن بنزيد البت ايرور ريت. ولو كان عندي اي او تي الان ديفايس از نوت ترانسميتنج ناو، هذه ممكن يستغلوها الاخرين بحيث يزيدوا البت ريت عندهم، وبالتالي ما يسمى هذه بيسمى بالسموث كاباسيتي. الكباستي حقا ما هي الشارب يعني، ولكن سموث. شو معنى سموث وشارب كباستي؟ الشارب كباستي يعني لو كان عندي 1 ميجا هرتز الباند قسمتها الى 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلو، فانا قسمتها الى 1000 باند. لما قسمناها الى 1000 باند كل يوزر الان يستخدم في الباند بتاعه، فاذا كان هو ارسل او ما يرسلش فهذه الباند مخصصه لهذا اليوزر، تمام. لان لو كان استخدمنا ستاتيك ملتيبلكسنج. الان في الـ في الـ في الـ في الـ باستخدام السي دي ام اي عندنا 1000 يوزر الان يستعملوا. لو نقص عدد اليوزرز فممكن الاخرين يستغلوا هذه التوفر بحيث يزيدوا الداتا ريت. يعني ممكن بدل 1 كيلو بت يبدا يرسل على تردد اخر مثلا 1.5 كيلو بت او 2 كيلو بت بير سكند. الشيء الثاني انا ممكن يعني اقبل بان يزيدوا البت ريت بتاعهم. لو كان كل يوزر بدل 1 كيلو ارسل ب 2 كيلو بت، يعني شنو التكلفه؟ ما هي التكلفه التي سنحصل عليها لو كان او ستكلفنا لو كل ديفايس ارسل عند 2 كيلو بت بدل 1 كيلو بت بس سكند؟ حقيقه الانترفيرنس ليفل حيزداد،
تمام، وبالتالي البت ايرور ريت حيزداد، ولكن في نفس الوقت يستطيع ان يرسل، يستطيع ان يرسل يعني يستطيع ان يرسل، ولكن الان حيكون عندنا يعني اذا كنا نستطيع ان نستعمل مثلا نستخدم كودنج شانل كودنج افضل، او نستطيع ان استخدام مثلا بيم فورمينج الى اخره يعني. فكذلك نستطيع ان نتحكم في الكباستي، يعني الكباستي لو كنت اريد الان ان ارسل على مثلا 2 كيلو بت بير سكند، فالكباستي للمنظومه بدل ما كانت 1000 ممكن يكونوا 500 تمام، ولكن في المقابل انا ضفت زدت الداتا ريت. لو كانت كل يوزر الان يريد ان يوصل عند 10 كيلو بت بير سكند، فالكباستي انا ممكن نقصها من 1000 يوزر الى فقط الى 100 يوزر، وكل يوزر يبعث عند 10 كيلو بت بير سكند بدل من 1 كيلو بت بير سكند. فالكباستي لازم نتحكم فيها، الكباستي للسيستم ممكن نزيد وننقص على حسب قيمه البروسيسنج جين. طبعا في الاولد سيستمز هذه متعذره، في الاولد سيستمز مثلا في الجي اس ام كل يوزر عنده قناه محدده، هذه الشانل خاصه باليوزر، عند تايم سلوت معين، وعندها فريكوانسي باند معينه، هذه مخصصه لهذا اليوزر اثناء مكالمته، وبالتالي لا يمكن يعني تغييرها وزيادتها ونقصانها بسهوله مثل ما يعطينا السي دي ام اي. فالسي دي ام اي يسمى بالسموث كاباسيتي، عنده سموث كاباسيتي. هذا نشوفه مثلا هذه الانفورميشن سبيكترام، ف وهذا عندنا السبيكترام افتر سبريدنج، يعني هذا مثلا السبيكترام الاصليه بعد ما درناها سبريدنج توزعت لما ضربناها في الكود، والكود عنده باند ويث يكون اوسع بكثير من الباند ويث الخاص بالانفورميشن، وبالتالي حتتوسع بهذا الشكل. الان ارسلنا هذه الاشاره بعد توسيعها بعد يعني سبريدنج على الباند، فاصبح عندنا الان جامينج، مثلا عندنا جامينج اللي هو هنا اللي هو تشويش مقصود مثلا، وعندنا انترفيرنس يعني باند ليميتد انترفيرنس، مثلا عند منظومه عندك انت زيجبي ترسل، وفي نفس الوقت في عندنا مثلا ليميتد باند انترفيرنس، مثلا اشاره خاصه بموبايل شانل معينه تستخدم، فهذه يسمى فيها باند ليميتد انترفيرنس، قد لا تكون مقصوده ولكن هي انترفيرنس موجوده. عندنا كذلك الاديتيف وايت نويز اللي هي الاحمر هنا موجوده، هذه طبعا متوزعه في كل الباند. الان لما نعمل دي سبريدنج عند الريسيفر، لما نعمل دي سبريدنج عند الريسيفر، فانا السبريد سيجنال حنرجعها كما كانت كيف ما نشوفه هنا، ولكن نتيجه عمليه دي سبريدنج فهذه حتعمل سبريدنج للانترفيرنس، فنشوف الانترفيرنس كيف ينزل مقارنه مع الاشاره الاصليه، وبالتالي يمكن التغلب على الجامينج اذا كان مقصود تشويش المقصود، او على الانترفيرنس اللي هو غير مقصود نتيجه باستخدام السبريدنج والدي سبريدنج لسي دي ام اي. كيف تعمل اجهزه الارسال والاستقبال؟ لو اخذنا سيستم بسيط اللي هو الباينري فيس شيفت كينج، وخلينا الاشاره عندنا هذا البت مثلا، وهذا اليوزر رقم اي، يعني عندنا يوزر معين يوزر اي ذا ايث يوزر، ويريد ان يرسل معلومته او المعلومه الموجوده عنده. فالبت الموجود هذا الجيث بت، يعني هذا البت رقم جي الموجود في السيريس من السيكونس بتاع الداتا الخاصه باليوزر اي تمام، حنضربوها في الكود الخاص باليوزر اي فسميناها سي اي، وبعد ما ضربناها حيجي عندك الديجيتال موديليتر اللي هو مثلا هذا باينري في شيفت كينج. الباينري في شيفت كينج لو تتذكروا لو ترجعوا للموديليشن تكنيكس اللي تحدثنا عنها في الجزء الاول، ان هي الاشاره حتكون عباره عن الاكس اي المعلومه ضرب السي اي اللي هي الكود ضرب الكوساين 2 باي اف سي تي. طبعا اف سي انا مقصود بها او ممكن دور اف 0 باش ما نخبطوش، هي الكارير فريكونسي تمام. فهذه الاشاره المرسله الاكس اي المعلومات مضروبه في الكود، طبعا هذا فرضنا عندك نن ريتيرن تو زيرو، يعني المعلومات اصلا تتغير من بلس 1 لماينس 1، وكذلك الكود من بلس 1 لماينس 1، والله من بلس في لماينس في دازنت ماتر، بحيث ممكن تضرب هذه في اي هذا عباره عن الامبليتيود الخاص بالكوساين، واللي هو حيحدد لنا بعدين الباور المرسله تمام. فهنا ضربنا الاشاره وهنا عندنا الكوساين. المرسل ارسل هذه الاشاره اللي هو طبعا هذه سيجنال بعد الموديليشن هي الاس اي، ارسلها في الفري سبيس، طبعا حتوصل الى الريسيفر. لكن كيف حتوصل الى الريسيفر؟ حتوصل بشكل مالتي باث، يعني حيوصل مثلا الباث الاول والباث الثاني والباث الثالث، ممكن مالتي باث ترانسميشن،
والمشكلة أن في عندنا ترانسميترز أخرى يعني يرسلوا بنفس الإشارة حتى هم يعني مش نفس الإشارة نقصد كمعلومات، ولكن بنفس في نفس الباند، يرسلوا في نفس الباند. هذا ترانسميتر I، في عندك مثلا هذا ترانسميتر، مثلا ترانسميتر K، ترانسميتر 1، ترانسميتر 2، ترانسميتر أي عدد من الترانسميترز، كلهم كل واحد عنده معلومة وعنده كود خاص به ويعمل في الديجيتال موديليشن ويرسل فيها في نفس النطاق. الآن عند هذا جهاز الرسيفر الخاص بنا، هذا الرسيفر المفروض يستعمل الإشارة القادمة من اليوزر I. فكيف نعرفه؟ طبعا يتم تحديده لأنه هو نفسه عند الكود I. الكود I معناها لاستخلاص المعلومة الخاصة باليوزر I. هنا فرضنا أن كلهم يرسلوا في نفس النطاق الترددي، لا يوجد عندنا مثلا تيونر بحيث نغير نطاق التردد، كله نفس نطاق التردد. ولكن هذا اليوزر عند الكود I اللي هو حيستخلص الإشارة اللي قادمة من اليوزر I. الآن هذه received signal عند اليوزر I digital demodulation، حنحاوله الموديليتد سيجنال، حنستخلص في النهاية الإكس I times الـ CI، نضربها مرة ثانية في الـ CI، وبالتالي هذه حنتخلص من الكودز الأخرى، من كل المعلومات الأخرى، وبعدين حنعمل integration ونستخلص الإشارة البت اللي هي البت رقم J من اليوزر الـ I user، وهذه سميناها ديناها B. طبعا الإشارة الأصلية هنا ممكن نسموها BJ، تمام، هو لليوزر I حنستقبلها البي جي اي هات. طبعا وضعنا هات هنا لنشير الى ان هذه هي البت المستقبلة. طبعا بت مستقبلة قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ نتيجة النويز، نتيجة المالتي باث، نتيجة انتر سيمبل انترفيرنس، قد نستخدمها نستقبلها بشكل خاطئ. لا اريد ان ادخل في العمق الرياضي، ولكن فقط يعني كفكرة عامة ان عندنا هذه الاشارة اللي احنا اشرنا لها بالرمز A مثلا، هي لها علاقة بالباور، الاشارة المرسلة، وبعدين عندنا المعلومة وعندنا الكود وعندنا الكارير فريكوانسي. بعدين عند الرسيفر، عند الرسيفر حقيقة حنستقبل ايش في الرسيفر؟ حنستخدم، وركزوا معي شوية هنا، معناها هي معادلة رياضية، ولكن يعني مهمة بس في التخيل كيف ما الذي سيحصل الإشارة. يعني فعندك الباور اللي هي مرسلة من كل يوزر كي، طبعا احنا أرسلنا نحن اليوزر بتاعنا أو اليوزر اللي خصنا هو اليوزر I، ولكن حقيقة احنا فرضنا أن عندنا إن different users في القناة، وبالتالي كلهم يرسلوا، هم كلهم يرسلوا. فهذه الباور المرسلة من اليوزر كي، الكي هذا شفنا هنا خذينا summation، مجموع من كي واحد إلى N، عدد اليوزرز كلهم N. فعندك الباور من اليوزر كي مضروبة في القناة، هذه عبارة عن الـ كسب القناة أو الـ channel gain ما بين اليوزر كي وما بين الرسيفر I. كي I معناها ما بين الترانسميتر كي والرسيفر I، تمام. طبعا خلينا سكوير روت، خلينا جذر تربيعي. ليش؟ لان هذه نتحدث الان على الماجنتيود ليس على الباور. على الباور معناها حناخذ السكوير، وبالتالي حتروح او حتريح السكوير روت، تمام. بعدين عندنا الاكس كي اللي هي المعلومه الخاصه باليوزر كي، وعندنا السي كي اللي هي الكود الخاص باليوزر كي. طبعا هنا عندنا التاو كي، ما شنو هي التاو كي؟ هذا الديلي الخاص بكل يوزر. طبعا كل يوزر مش حيوصل في نفس الوقت الاشاره، يوزر على بعد مثلا 100 متر، ويوزر على بعد 200 متر، ويوزر على بعد 500 متر، كل واحد حتوصل اشارته ديليت بزمن مختلف. هنا طبعا فرضنا ان عندنا كل يوزر عنده سنجل باث، يعني كل يوزر عنده باث واحد او مسار واحد. لو بنعقدوها شويه، ليست يعني تعقيد رياضي، ولكن تعقيد بس في الشكل العام، انه ممكن نضيفه هنا another summation، بحيث ان لكل يوزر عنده مجموعة باثس. يعني نضعه هنا، ممكن نضعه هنا احسن، ايوه نضعه هنا، ان كل يوزر عنده another summation، يعني اليوزر الاول عنده الباث الاول والباث الثاني والباث الثالث، مثلا سموه عنده ام باث، كل يوزر عنده ام باث. فهي طبعا حتقعد اعقد شوية في الشكل، ولكن فرضنا هنا ان كل يوزر عنده فقط باث واحد. بعدين عندنا طبعا الكاري فريكوانسي، فرضنا كلهم يستخدموا نفس الكاري فريكوانسي، وعندنا الثيتا كي، هذا الفيس شيفت اللي هو نتيجة الديلي لكل يوزر. بعدين عندنا الانتي اللي هو الاديتيف نويز، هي النويز المضافة للإشارة. الآن
قسمنا كل اشاره على حده، يعني هذه اللي خاصه باليوزر اي، نحن الان يهمنا الريسيفر اي. الريسيفر اي بعد ما درنا دي موديليشن، هذه الاشاره الخاصه به اللي فيها القناه، كسب القناه ما بين اليوزر اي والريسيفر، بين ترانسميتر اي والريسيفر اي، والباور بتاع اليوزر اي، والمعلومه الخاصه باليوزر اي، والكود الخاص باليوزر اي، وبعدين عندنا السميشن لبقيه الاشارات اللي جايه من بقيه الترانسميترز اللي هي الكي تساوي واحد الى ان، ولكن هنا ضفنا ان كي لا تساوي اي، يعني الاي يوزر اشارته مش قاعده، لو فصلناها وحدها، تمام؟ وعندك طبعا الاديتيف نويز. الان ماذا سيعمل الريسيفر؟ بكل بساطه انه هو حيضرب هذه الاشاره في السي اي ويحاول يستخلص الاشاره المطلوبه، وبالتالي هنا سمينا اكسبكتيشن طبعا فورجيت ات، لكن هي زي كما اشرنا هي ما هيش ضرب مباشر، طبعا الكود عباره عن عدد كبير جدا من الشيبس، فنحتاج ناخذ السميشن لهن. طبعا السميشن في هذه الحاله هو الانتجريشن، تمام؟ ولاحظ هنا ان لما السي اي مع سي جي، لما تقعد اي مع اي معناها حتساوي واحد، واذا كان هي اي مع جي حيث جي لا تساوي الاي معناها حتقعد سكوير روت اوف دلتا اي جي، هذا يسموه فيها الاورثوغناليتي فاكتور. هذا يسمون فيه الاورثوغنالي فاكتور. الايديال كيس ان الاورثوغنالي فاكتور هنا يساوي صفر اذا كان هي اي لا تساوي جي، وتساوي واحد اذا كان هي الاي تساوي جي، لكن طبعا عاده ما تكونش صفر كما اشرنا نتيجه الديلي، ما تكونش صفر، ولكن الافضل لنا انها تكون قليله جدا، تكون صغيره جدا، يعني كلما صغرت كلما كان افضل. الان نعمل الانتجريشن والضرب، فحنتحصل طبعا سي اي في السي اي حيعطيني واحد، والسي كي في السي اي حيعطيني الدلتا اي كي اللي المفروض تكون اقل بكثير من واحد، بحيث تدير انهبشن او انها تلغي الاشاره الانترفيرنس. فنشوفوا هنا مثلا هذه الاشاره طبعا الانتجريشن، شوف هذه الاشاره في النهايه، الاشاره في النهايه زد زيرو اللي تطلع، حيطلع عندك البت المرسل، تمام؟ طبعا هذا في كسب القناه، زايد السميشن لكل المعلومات الاخرى، ولكن مضروبه في شنو؟ وهنا هي القصه، مضروبه في دلتا اي كي. دلتا اي كي المفروض تكون قريبه من الصفر او تكون صفر، اذا كان صفر طبعا معناه احنا كل الانترفيرنس بارت لغيناه واصبح عندي فقط النويز بارت، ولكن حتى لو كان ما لغيناش بالكامل لكن حافظوا على دلتا اي كي تكون اقل ما يمكن، تكون صغيره جدا، وبالتالي بحيث يكون هذا البارت يكون مهمل. لما يكون هذا البارت مهمل معناها ان الاشاره اللي عندي حتكون فقط افكتد بالنويز، تكون فقط افكتد بالنويز. وبالتالي هنا حتكون عندي شكل النهايه لسيجنال تو انترفيرنس، طبعا هي سوف فيها اس اي ان ار اللي هي سيجنال تو انترفيرنس اند نويز ريشيو، هنا دخلنا معاه الانترفيرنس، يعني في الاجزاء السابقه كنا نقولوا اس ان ار فقط، الاس ان ار معناه سيجنال تو نويز ريشيو، لكن هنا عندنا معاه الانترفيرنس، وهذا البارت هو اللي يمثل الانترفيرنس، هذا البارت يمثل الانترفيرنس. كما اشرنا لو استطعنا ان نجعل الدلتا equal to zero حتجد كأنها SNR، ولكن طبعا cannot be done as a zero، وبالتالي حتكون صغيرة ولكن حيكون لها تأثير. المشكلة الآن ما تسمى، وهذه من أهم مشاكل الـ CDMA، هي ما تسمى بالـ near far problem، اللي هي مشكلة القرب والبعد. مشكلة القرب والبعد شو معنى هذا الكلام؟ تخيل أن عندك base station، تمام؟ هذه بيس ستيشن، وعندي هنا يوزر 1، وعندي هنا يوزر 2، تمام؟ الآن يوزر 1 قريب جدا من البيس ستيشن، واليوزر 2 بعيد جدا من البيس ستيشن. الآن يهمني أنا في الأبلينك، في الأبلينك اللي هي من الموبايل إلى البيس ستيشن. الآن يهمني السيجنال تو نويز ريشيو اليوزر 2. سيجنال تو نويز ريشيو اليوزر 2، السيجنال تو نويز ريشيو اليوزر 2 حتساوي الجين كسب القناه ما بين يوزر 2 الى البيس ستيشن اللي سميناها بالجي اي اي، تمام؟ حتكون طبعا نتيجه انه هو بعيد من القناه، ممكن مثلا نقول 1 كيلومتر بعيد جدا 1000 متر، وهذا قاعد على بعد اليوزر الاول موجود على بعد لتسي 50 متر فقط، تمام؟ فهذا اليوزر بعيد جدا، فكونها بعيد جدا اشاره الباور المستقبل هنا حتكون قليله جدا، يعني هذه القيمه حتجد صغيره جدا، تمام؟ بالنسبه لليوزر الثاني اللي هو اليوزر واحد، هذا اللي هو قريب جدا،
حتى لو كانت دلتا اي كي قليله، ولكن نتيجه الكسب القناه اكبر بكثير من كسب القناه لليوزر الاول، فالانترفيرنس حتكون كبيره جدا مقارنه مع الاشاره الاصليه، وهذا يسبب ان الاس اي ان ار حتكون حقيقه حتكون قليله جدا، حتكون صغيره جدا، وبما انها صغيره جدا معناها ان اليوزر الثاني لن يستطيع ان يرسل اي شيء. اليوزر الثاني لن يستطيع ان يرسل اي شيء لانه حيكون ماسكت او مغطى بالكامل، او يعني تم تغطيته بسبب الباور القويه جدا المستقبله من اليوزر الاول. لماذا باور قويه؟ لانه قريب اصلا، وهذه يسمون فيها النير فار بروبلم، اللي هو ان القريب حيغطي على البعيد، القريب حيغطي على الاشاره البعيد، وبالتالي البعيد لن يستطيع ان يتواصل مع الاشاره. طبعا هذه اهم مشاكل السي دي ام اي. كيف تم حل هذه المشاكل؟ باستخدام الباور كنترول. يعني الباور كنترول مهمه جدا في السي دي ام اي. الباور كنترول انك انت تتحكم في الباور المرسلات، بحيث اللي قريب جدا تنقص له الباور بتاعه، تنقص باور قريب جدا، واللي بعيد تزيد الباور بتاعه، وبالتالي يحدث نوع من التوازن ما بين المستقبلين. طبعا هذه في السي دي ام اي في البدايات، ولكن طبعا حنشوفوا بعدين كيف نحن باستخدام التايم سكيدولينج كيف نحن نستفيد بشكل احسن، بحيث انا ممكن اليوزر البعيد هذا بدل ما داير انترفيرنس وخلاص، ممكن ندير سويتش اوف ونعطي المجال كل اليوزر القريب اللي هو ياخذ الاشاره بالكامل، ولكن بعدين ندير سويتشنج اون لليوزر الثاني، واليوزر الاول ندير سويتشنج اوف، بحيث ندير ما يسمى يعني it is not time division multiple access، وان كانت قريبه ولكن تسمى بالتايم سكيدولينج اللي هو جدوله الزمن لاستعمال ما بين الموبايلز، وهذه مستخدمة في الهاي سبيد باكيت اكسس اللي هي حتكون احدى تفرعات الجيل الثالث اللي هي اليوم تي اس، وحنتحدث عنها ان شاء الله مستقبلا باذن الله لما نتحدث على الموبايل نتوركس. تمام، هذا الان بالنسبه للانترفيرنس ليفل كيف حتكون، وبالتالي طبعا اخيرا اخر جزء في هذا السي دي ام اي، احنا عاده كما اشرنا ان البت ايرور ريت لا علاقه بالاي بي اوفر ان زيرو، تحدثنا لناسي يرجع الى الاجزاء السابقه لما تحدثنا عن الاي بي اوفر ان زيرو في هذا الكورس، ولكن الاي بي اوفر ان زيرو لا علاقه بالانرجي بير بت على النويز سبكتشر دنسيتي، واللي هي حقيقه حتساوي هذا هو سيجنال تو انترفيرنس اند نويز ريشيو، وهذه عباره عن البروسيسنج جين، هذه عباره عن البروسيسنج جين الاف سي ديفايدد باي اف بي. الاف سي هي الشيب ريت او تردد الشيبس، والاف بي هذه تردد المعلومات اللي عندي، وهذه ما تسمى بالبروسيسنج جين. لو تتذكروا قلنا احنا لو عندي الاف سي يساوي 1 ميجا شيب بير سكند، شيب بير سكند، وعندي الاف بي تساوي 1 كيلو بت بير سكند، معناها البروسيسنج جين حيساوي 1000، وبما ان البروسيسنج جين حيساوي 1000 انا حقيقه حنضرب هذه في 1000، يعني السيجنال تو انترفيرنس اند نويز ريشيو حنضربها في 1000، وبالتالي هذه حتزيد بكفاءه الاتصالات بشكل كبير جدا ان تيرمز اوف اي بي اوفر ان زيرو، لان نحن نعرف ان كلما زادت الاي بي اوفر ان زيرو كلما ارتفعت كلما قلت البت ايرور ريت، كلما قلت اخطاء البت المستقبل او الاخطاء في السيمبل المستقبل، وبالتالي نحتاج دائما لزياده الاي بي اوفر زيرو، بحيث لنزيد اي بي اوفر زيرو يعني ممكن تحقيقها بزياده البروسيسنج جين، لكن المشكله زياده البروسيسنج جين تحتاج الى تقليل البت ريت، تقليل البت ريت يعني تقليل ارسال المعلومات، تقليل ارسال المعلومات، البت ريت مثلا تخيل انت الان عندك الشيب ريت عاده ثابته، الشيب ريت لها علاقه بالنطاق التردد المتوفر، فالشيب ريت هذا فرضا انه هو 1 ميجا شيب بير سكند، الان انا نحتاج نعمل بروسيسنج جين يساوي 2000، كيف نعمل بروسيسنج جين يساوي 2000؟ سمبلي ان البت ريت حنقصها من 1 كيلو نجعلها 500 بت بير سكند، 500 بت بير سكند البروسيسنج جين حيزداد الى 2000، البرفورمانس in terms of اي بي اوفر ان زيرو حتزداد، حتتضاعف، البت ايرور ريت حيقل، ولكن ما هي التكلفه؟ التكلفه اني انا نقصت البت ريت، تنقص البت ريت تعني ان لور ترانسميشن اوف انفورميشن. تمام؟ وهي طبعا وهذه مشكله، لان ماذا بينا نرسل معلوماتنا باسرع ما يمكن، ولهذا هذه من مشاكل السي دي ام اي اللي نحن بعدين حنحلها ان شاء الله في الاو اوف دي ام، كيف ما حنشوفه لاحقا ان شاء الله تعالى. طبعا يوجد انواع كثيره من السي دي ام اي ليست فقط اللي اشرنا لها مثل فريكونسي هوبينج والتايم هوبينج، وهذه حنجعلها ان شاء الله للمقطع القادم باذن الله تعالى. نراكم ان شاء الله، السلام عليكم.